يعقد بالقاهرة يوم غد الأحد اجتماعا للأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبمشاركة 11 فصيلا فلسطينيا إضافة إلى رئاسة المجلس الوطني لمنظمة تحرير الفلسطينية. يهدف الاجتماع الذي يعقد برئاسة الرئيس الفلسطيني لمناقشة الأوضاع الداخلية الفلسطينية وسبل إنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني الذي حدث في عام 2007 والاتفاق على رؤية موحدة لمواجهة التحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية. تأتي استضافة مصر للاجتماع في إطار دورها الرئيسي في عملية المصالحة الفلسطينية ورعايتها للحوارات الفلسطينية الفلسطينية وحرصها على إعادة اللحمة للشعب الفلسطيني. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفلسطيني للتباحث حول القضايا كافة محل الاهتمام، وذلك في إطار الحرص على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.